كما أكدت خلال لقائنا الأخوي وأعيد التأكيد عليه الآن على إدانة مصر القاطعة لأي اعتداء وللاعتداءات المتكررة التي تقع على لبنان وعلى سيادة لبنان والسياسات التصعيدية الخطيرة الحالية في المنطقة بما في ذلك القصف للضاحية الجنوبية لبيروت. وتؤكد مصر مرة أخرى وهما نقلته لأخي معالي الوزير تضامنها مع مؤسسات الدولة اللبنانية وأهمية دعمها بكل السبل، وأيضا تستمر مصر في حثها لكافة أطراف الصراع والنزاع بالعمل على الالتزام بضبط النفس وتجنب انزلاق منطقتنا إلى حرب إقليمية شاملة. سبق أن عبرت مصر كما تعلمون وهو ما نقلته لمعالي الوزير عن إدانتنا ورفضنا الكامل لسياسة الاغتيالات السياسية وسياسة الاغتيالات بشكل عام، وأيضا الرفض الكامل وإدانة استهداف الدول وسيادتها. ونؤكد مرة أخرى على أن مثل هذه السياسات التصعيدية لن تؤدي إلا لمزيد من العنف والعنف المضاد وسفك دماء الأبرياء في المنطقة التي أصبحت عرضة لمزيد من هذه الصراعات، وبما قد يؤدي إلى خروج الأمور عن نطاق السيطرة خاصة إذا كان هناك سوء في الحسابات وخطأ في الحسابات بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بل ويهدد الأمن والسلم الدوليين.